الحكومة دخلت الأرض يا أبوي. يعني إيه؟ يعني اللي حصل. ومسكوا حد؟ الغفير يا ريس، وهو كده وكده مش فاهم حاجة. والحاجة اللي فيه؟ ما لحقناش نطلعوها. إيه؟ أنتوا جايين على أهم مقبرة لقيناها، وتقولوا ما عرفتوش تطلعوا اللي فيها؟ دي فيها كنوز يا حوش. ده أنا جاوب كنوز تتمنى. أنا هتلر وما عرفش أحمي أرضي. أقول إيه للناس؟ إهدى يا بابا، إهدى. اللي فيها موجود، هنتصرف ونطلعوه. هروح فين يعني؟ إهدى، المهم صحتك دلوقتي. إخبريه بالصدفة. أنا عارف مين اللي وراها. زين صالح القناوي. مش ناوي يجيبها البر. وضع الاستعداد. ايه استعد؟ حاجة تاني. بالعدد. واحد. واحد. اثنين. اثنين. ثلاثة. ثلاثة. سريعة. انتبه. حاجة تاني. للداخل. دور. حاجة تاني. سريعة. صف. بص. سريعة. انتبه. بص. تمام الطابور يا فندم. شكرا عماد، اتفضل. تمام يا فندم. صباح الخير يا رجال. صباح الخير يا فندم. عاملين ايه يا رجال؟ تمام يا فندم. طبعا زي ما انتوا عارفين عايشين بمبدا واحد، ما بيتغيرش ما بيتجزاش. النصر او الشهاده. النصر او الايه؟ الشهاده يا فندم. النصر او الايه؟ الشهاده يا فندم. تمام يا رجال. حد عنده مشكلة؟ طب حد عايز يشتكي من حاجة؟ تمام سيادتك يا فندم. تعال لي بعد الطابور المكتب. تمام يا فندم. اتفضل يا عماد دور الطابور. تمام يا فندم. سريع. صف. بص. سريع. ايه انتبه. بص. I'll make it up to you, sir. What was taken from the land is irreplaceable. That was the most important site we worked on since we started this thing. اللي كان في الأرض ده مش هينفع يتعود، ودي كانت أهم مقبرة من ساعة ما بدأنا. قولي له اللي يجيب لك أحلى منها في قيمة كم يوم. What if somebody will bring something better within a few days? I don't want anything else. I want the money back and you're getting levied. أنا مش عايز حاجة تانية، أنا عايز فلوس وزيهم غرامة. غرامة ليه؟ هو اللي حصل ده بمزاجي؟ Why fine, it was not my fault. This is what we're offering. What are London? أنا ما عنديش سيولة لكل ده. وهو ده اللي عندي. I'm afraid I cannot make it. I don't have a cash flow. It's not our business. ده مش موضوعنا. The money is in an embassy within a few days. لا فلوس ما رجعتش السفارة في خلال أيام. You're not gonna be able to handle the consequences. حضرتك مش قد الواقع. قولي له. ما تقولولوش وانا هتصرف. انا من جنة يا فندم. بابا راجل كبير في السن وانا اللي بصرف على امه واخواتي. كنت محتاج بس بعد اذن سيادتك يا فندم انزل اجازه عشان اشتغل واساعد اهلي اللي مالهمش حد غيري. انا عارف انك من جنة وبلديات يا اسلام. بتكدب يا بطل عشان تاخد اجازه؟ لا والله العظيم يا فندم ما بكدب، حتى اسال زملاتي. ده انا بنزل اشتغل عشان امي. امي يا فندم ابعد عنك الشر. تاخد كيماوي. عندها السرطان. ستك عارف ان الحاجات دي بتبقى محتاجه مصاريف. احنا ناس على كد حالنا. حوجه وحشه يا فندم. محتاج ايه تاني نقدر نساعدك فيها يا اسلام غير الاجازه؟ يلا روح لمساعدة التعليم قول له ان انا صدقت لك العشر ايام. متشكر جدا يا فندم. يلا بسرعه ما تضيعش وقت. تمام يا فندم. لو احتجت اي حاجه تاني انت تعالى لي. تمام يا فندم. الواد شكله عيري وعاوز ياخد طربوه. ما انا لسه جاي للكلام ده.
قبل ما ياخد طربوه يكون محصن، لأنه عمر الكبير يقدر ينهي عمر الصغير. بس الصغير على كتف نجوم. إن شاء الله يكون فوق النجوم نسر. طب وأنت لما كلمت البهوات أصحابك والناس اللي لينا جوا قالوا لك إيه؟ كله هيخلص يا ولدي، كله هيخلص. ما اكدبش عليكم، مدام عليا حالتها خطيرة. هي فائد، بس للأسف الحالة مش مستقرة. في أمور لازم تتاخد النهاردة قبل بكرة عشان نقدر نعدي بيها من المرحلة الخطيرة دي. وبرزك إيه يا دكتور؟ فهمني من فضلك. يا دكتور إحنا جاهزين، أي مستشفى في أي حتة في العالم إحنا جاهزين نوديها عشان تكمل علاجها. الوضع ده مش محتاج عملية تزويق الكلام يا دكتور. حضراتكم لازم تعرفوا الحقيقة، إن مدام عليا لازم تعمل عملية بت رجلها الاتنين. إيه؟ يعني إيه بت عزيزة تقطع رجلها الاتنين؟ لا طبعًا. أكيد في حلول تانية يا دكتور، في حلول صح؟ للأسف مفيش أي حلول تانية. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا أنكل لحظة يا أنكل، يا أنكل لحظة. يا دكتور يا دكتور. إحنا لو سافرناها أي حتة في العالم في أي مستشفى مش هيبقى في حل غير قطع الرجلين ده؟ على العموم يا جماعة الحالة حالتكم وأنتوا أحرار، شوفوا اللي أنتوا عايزينه وإحنا تحت أمركم. الحالة ما تستحملش تنقل لأي مكان تاني، وأي مستشفى في أي مكان في العالم هيقولوا اللي إحنا بنقوله. اللي انتوا شايفينه اعملوه. بس قبل اي حاجه في اقرار لازم حضرتك وجوز مدام عليا تمضوا عليه. انت بتعملي ايه هنا يا بنت؟ بشم هوا. وحياه امك، كنت داخلة أوضة سمو سعد أخد منها حاجة، لقيتك جوه. قلت يا بنت سيبيها يمكن بتقول كلمتين سر كده ولا كده، مرضيتش أدخل. لا ما كناش بنقوله كلام سر. يعني عادي لما الست أمينة وسي هتلر يعرفوا إن أنت كنت جوه؟ حست عينك تفتحي بقك بكلمة. يبقى الموضوع فيه إني. أيوه فيه إن. وإحنا هنخلو مسعد بقى يقول لك على الإن بالظبط. بلاها سي مسعد واست أمينة وسي هتلر، الطيب أحسن. والورقة أمومية أحسن وأحسن. طب حصليني جوه وإحنا هندوك الورقة أمومية. بس خلي بالك إحنا ممكن نقلبهم عليكي ونطلعك برا البيت. وأني نقدر. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الحمد لله على السلامة حبيبتي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. هو ايه اللي حصل؟ انا موجوعة. سلامتك، معلش يا حبيبتي. خليكي مستريحة. ولا 20 باكو في زيهم اول ما اسمعوا خبره. تسلم يا ريس. شو خساره فيه؟ اهم حاجه تركز مليح، بعد ما تخلص تختفي. تختفي خالص. ما تقلقش يا ريس هتلر، هي يعني دي اول مره. عارف انها مش اول مره، بس قبل كده ما كانش هنا. تضربوا كل الناس عايزين يجملوه، وانا مش عايزهم يجملوه فيك، عشان لو جملوه فيك بعدين هيجملوه فيا. فهمت يا ضب؟
فكوا الكلبشات واطلع برا يا رضا. امرك يا باشا. مين اللي محرضك؟ محدش حرضني بيه. وانا من جايبك اتسامر معاك يا روح امك وعزة جلالة الله هقتلك. بالراحة عزين الواد هيموت في ايديك. اقعد. وعزة جلالة الله هقتلك. مين اللي حرضك؟ اطلع يا مية. اطلع. بعتك تقتل مين؟ هقتلك يا مية. مقابل ايه؟ 20,000 جنيه. أنا عارف إن مالكش صالح بحاجة، وعارف إنه بكاريك، وحق مع هتلر مش معاك أنت. والله العظيم لو قلت الحقيقة لقى بجنبك. تعرف إيه تاني؟ يا بيه أنا كل اللي عرفته قلته لك. نرجع تاني. هتلر مش هينفعك. الوحيد اللي ممكن ينفعك هو أنا. تهمتك شروع في قتل، وأقدر ألبسك 3-4 تهم تانيين، وأقدر أطلعك منها. أقول لك جاي تحييني بفرحي، ضربت عيارين، رصاصة طلعت طايشة جت في العريس، مش هتاخد فيها يومين. خلاص يا زين، الواد جاب كل اللي ببطنه. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ معرفش يا بيه. نرجع تاني. وعزة جلالة الله هقتلك وما هاخد فيك يوم. مين اللي قتل الواد في الحجز؟ أسألك سؤال أسهل. مين اللي حرض على قتل الواد؟ رئيس هتلر يا بيه. أبعد 5 رجالة داخل الحجز وعجقهم. مش الخمس رجالة دول اللي دخلوا قبل قتل الواد بيوم؟ هم اللي شهدوا عليك إن أنت اللي قتلته. يا ولاد الحرام، وأنا برضو كنت مستغرب إن العيال سابت قنا كلها وجاية تتخانق قدام الاسم. دول مخططين بقى. أنت تسمع عني يا ضو، تعرف إن زين الجناوي عمره ما رجع في كلمته. راجل وتقول الكلام ده في النيابة؟ أقول يا بيه، بس تضمن لي الأمان يا بيه؟ أضمن لك الأمان. رضا! أمرك يا باشا. خد ضوء على الحجز. امشي قدام. امشي. عازي، براءتك جات لك لحد عندك. الحمد لله. ما بتردش على تليفونك ليه؟ دي اللي جابك؟ جاي اعرف راسي من رجلي. واحد كنت متفقه معاه على جواز وفجاه اختفى. فجاه اختفى؟ تعرفيش انا اختفيت ليه مثلا؟ تقريش جرايد؟ تعرفيش ان انا مراتي عملت حادثه ورجلها الاثنين اتقطعوا؟ طب وانا مالي؟ وانا اللي كنت سايقلها. لا انت السبب. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا اللي كنت عرفت عليها واحده وقلت لها انه في بيني وبينها مشاكل واني هطلقها خلاص. وانا اللي كنت بقول عليها بني ادمه نكديه ومقرفه ومش طايعه ابص في وشها. اخرصي بقى، مش عايز اسمع صوتك، مش عايز اشوفك هنا تاني. انا معرفتي بيك هي اللي خليتها يحصل لها اللي حصل لها ده. لا مش هخلص، وهتسمع مني بدل الكلمه 1000 لحد ما افهم ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل فيه؟ انت مثلا كنت متخيل ان انا ممكن اتجوزك انت؟ ما تتجوزنيش ليه؟ عشان انت بنت شمال. عارفه يعني ايه شمال؟ ماشيه مع كل شباب مصر واحد واحد. فاكراني مش واخد بالي مثلا؟ ما دام انت شايفني كده يا روحي، عرفتني ليه؟ عشان غبي. غبي ومش مقدر البنت اللي كانت معايا. ولو سمحتي غوري. غوري! ايه دي؟ بره. أي.
مش عايز اشوفك هنا تاني. انا همشي بس عشان الحاله اللي انت فيها، لكن هرجع تاني ومش هسيبك غير لما تلاقي لي حل. دخول حياه ميرت سهل بس الخروج منها صعب جدا. غوري بقى سامع بره. عيل خرع يا ريس، ما قلنا الواد ده بتاعنا ومجربينه قبل كتير. مجربينه مش مجربينه، لبسنا في حيطه. عارف يقتله ولا عارف يهرب زي ما نوزين قرروا. جينا لصدوه صادنا. طب وبعدين يا ابوي؟ لازم نتصرفوا مش نقعد نتفرج كده. لا هنوصل للواد ده، حد يخش له ويفهم. وفتح خشمه علينا بنص كلمة رجبت أبوه وأمه تحت رجلينا. فتح خشمه باللي هقوله دلوقتي. صام حياته وحياته. جهزوا النفر اللي هيخش له، مش هنستنوا لما نلاقي زين بعساكره قدامنا. أوامرك يا بيه. تمام. شوف يا ولدي. الله الله، أدمنت فنجان القهوة من يدك. محدش بيعرف يعملهولك غيري. بقولك إيه يا حبيبي؟ أنا عايزة أسألك سؤال سألتهولك قبل كده مليون مرة، بس هو مهم جدا بالنسبة لي. خير. هو احنا ليه ما بنروحش للدكتور تاني او نعيد التحاليل؟ عشان انا راضي بقدر ربنا. ما انا كمان راضيه والله، بس العقل بيقول ان احنا نروح لدكتور تاني وتالت وما نيأسش ابدا. ونستفاد لما نروح لاكتر من دكتور. جايز حد فيهم يقول لنا على حاجه مختلفه او يقول لنا على حل. انت عارف ان الدكتور عياد اكبر دكتور في مصر واكتر استشاري بيفهم في الموضوع ده، وقال ان مفيش امل وانا راضي بقضاء ربنا. هنستفاد من متاهة المستشفيات دي. أنا عارفة إن الدكتور عياد دكتور كبير وكل حاجة، بس ممكن يكون غلطان، الخطأ وارد. ليه مصرة تدوس على الجرح؟ ليه مصرة كل ما أنسى الموضوع ده تفكريني بيه؟ ليه مصرة تفكريني بعجزي؟ أنا والله ما أقصد يا حبيبي، أنا بس عايزة أبقى أم، نفسي أخلف منك. الحمد لله على كل شيء. أمي بعتلنا أكل حلو الجو. أكل زين. كويس دلوقتي؟ أنا الحمد لله بخير أحسن. يوسف أنا كنت عاوز أقول لك على حاجة ما عرفتش أقولها لك في المستشفى. خير قولي، إحنا في بيتنا. حاجك عليا يوسف. حاجك عليا ليه؟ عشان كل اللي حصل لك ده بسببي وبسبب أهلي. مش أنت المقصود يا يوسف، زين هو المقصود. ده أنا أسعد واحد في الدنيا دي، ده اللي حصل خلاني أعرف غلاوتي عند الجديه. ما قادرش اللي ضرب الرصاصة يضرب واحدة تانية في الدراع التاني عشان أعرف غلاوتي عندك أكتر وأكتر. الشر حبيبتي، أنا وزين زي الإخوات، والرصاصة اللي تيجي فيه كأنها جت فيا. أنت فديت أخويا يا يوسف. وفديكي وفدي زين ومزين وعيلتكم كلها كمان. بس لو كنت اتجوزت واحدة تانية ما كانش حصل لك كل ده. يا حبيبتي أنا لو ما كنتش شفتك ما كنتش اتجوزت. أنت حسنتي في الدنيا يا بنت. بس من غير بنت. مالك يا بنتي؟ فيك ايه؟ أول مرة أحس بالغربة دي من زين يا ماما.
كأنه بقى واحد تاني ما عرفوش، بقى عصبي وحاسه انه ما بقاش يحبني زي الاول. ما بقاش يحبك زي الاول كيف يعني؟ في حاجات البنت بتتعود عليها من الراجل اللي حبته واختارته من بين كل الناس. الحاجات دي لما بيبطل يعملها بتحس بغربه وبتحس بقبضه في قلبها. زين ولدي بيحبك وما يستغناش عنك ابدا، بس الضغط العصبي ده. ما هو الضغط العصبي ده وتصرفاته الغريبه هي اللي مخلياني مستغرباه. انا مش عارفه ده شيطان فعلا ولا زين مخبي عني حاجه انا ما اعرفهاش. كل حاجه عن ولدي انت عارفاها. انا هقعد معاه وهيفضفض لي، حتى لو ما اتكلمش انا برضك هعرف في ايه. لا بلاش يا ماما ارجوكي عشان خاطري، بلاش تقولي له حاجه. ولا اقولك اللي انت شايفاه صح اعملي؟ بس عشان خاطري ولدي زين محتاج لك، ما تسيبوهوش وحدي. الواد قال على كل حاجه يا ابوي. كل حاجه كيف؟ كل حاجه، موضوع زين وموضوع الحجز. انا ما سمعتش الكلام. لا الله يرحم. نقروا الفاتحة على روح. روح اللي قبله وروح اللي بعده. بسم الله. Oh.